أهلا بكم في برنامجنا الرأي الآخر. طبعا برنامجنا بيناقش جميع القضايا الاجتماعية، بيناقش الرأي والرأي الآخر. النهاردة هنتكلم عن الانتخابات. طبعا لازم كل الناس نوعيهم ان هم ينزلوا يدلوا بأصواتهم في الانتخابات، ولازم يعرفوا ان ده من واجباتهم اللي المفروض يعملوها طبعا عشان يدلوا بصوتهم ويغيروا حال البلد للأفضل. بسأل حضرتك سيادة اللواء، ازاي نقدر نقنع الناس والشباب ان هم لازم يكون ليهم دور انتخابي وان هم ينزلوا يدلوا بأصواتهم؟ طبعا هو يعني احنا نقنع ده، انتوا كاعلام بقى ليكم دور فاعل في هذه الجزئيه، طبعا دور الاعلام فاعل برضو جدا، لازم لان يكون ليه الاعلام ده دور اللي في داخل توعية كل بيت الناس. وكل مكان، هو بيوعد الشباب من خلال الشاشه اللي بيتفرجوا عليها باهميه الادلاء بصوته، وان صوته ده امانه، لازم يؤدي، لازم يروح يدي صوته، يقول اه يقول لا يقول اي حاجه، بس لازم يدلي بصوته ويدي ده حق من حقوقه وواجب من الواجبات عليه ان هو يدلي بصوته، فلازم الناس من خلال الاعلام اكثر. يعني غير كده احنا كناس سياسيين او شخصيات عامه في بلادنا بنقعد مع الشباب ونوعيهم، والسيدات كمان بنقعد معاهم ونوعيهم ونقول لهم اهميه التصويت ايه، سواء كان يعني كان مثلا في الاستفتاء الاخرانيه بتاعه الدستور، يعني الواحد نجح ان هو خلى كميه عدد كبير جدا من ابناء دايرتنا نزلوا صوتوا لاقتناع، اقنعناهم باهميه هذه حضرتك التعديلات. انطباعك عن الاستفتاء الأخيرة؟ الاستفتاء على الدستور من ناحية ايه الانطباع؟ عن ال يعني الحضور انطباع مثلا؟ حضرتك بالنسبة الحضور، للحضور حضور وكده. الحضور كان في حضور كويس يعني، غير يعني غير قبل. غير قبل كده، لكن زمان كان يعني احنا مش عايزين نقول نرجع بالتاريخ لورا، كان الاستفتاء دي ما حدش يروح خالص. يعني يعني احنا دلوقتي الناس الناس نقدر نقول بدأت، ان الوعي عندها الناس زاد بدأت عن الأول. بقت واعية دلوقتي جدا، وبقت فاهمة أهمية دورها وأهمية صوتها ولازم تفعلها. وخلي بالك مثلا من الشعب دلوقتي ما بتهددش بحكاية ان انت ايه المدى رحتش صوتت هتاخد 500 جنيه غرامه، ما بتهموش الجزئيه دي، بيهمه ان هو هيروح يدي صوته لان ده واجبه عليه، ده حقه من حقوقه وواجب عليه ان هو يروح يدي بصوته، فالناس بتتحرك بصح حقيقي يعني السنه دي بقى عن قناعه واحساسهم باهميه هذا التصويت يعني. طيب سياده اللواء، طبعا حضرتك مرشح طبعا مجلس نواب 2020 ان شاء الله محافظه سوهاج عندنا، رؤيتك لمجلس نواب 2020، شكل الحياه السياسيه القادمه في برلمان 2020 عن البرلمان السابق؟ هو طبعا ان شاء الله يكون البرلمان الجاي يعني برلمان بيضم عناصر طيبه، عناصر جيده، عناصر كوادر مثقفه وقادره، كوادر سياسيه تقدر تدعم القياده السياسيه والدوله في مسيرتها اللي ماشيه فيها. يعني لازم اي رئيس دوله، اي رئيس جمهوريه لازم له ظهر سياسي، الظهر السياسي ده هو بيتمثل في المجلس النواب. مجلس النواب لما يبقى على قناعه بدور الرئيس بتاع رئيس الدوله، البرلمان بيدعمه، بيدعم الرئيس في تحركه ويخليه يشعر ان وراه، يعني هو بيتحرك ووراه حد بيساعده ويسنده، مطلوب كده دايما يعني. فانا اعتقد ان البرلمان اللي جاي هيكون هيضم عناصر جيده ان شاء الله هتدعم وتثري العمل البرلماني داخل البرلمان. ان شاء الله يكون فيها ليهم دور رقابي جيد جدا جدا، ولازم ودور تشريعي يعني، ولازم يعني الناس كل اللي هينزل الانتخابات ده يبقى فاهم، اللي هيترشح لازم يبقى فاهم ما هو دوره، دور لازم. البرلمان ايه، دور النائب ايه، لازم يعرف ان هو له دور تشريعي ودور رقابي، ولا يغفل على الدور الرقابي، لان انت اللي بتراقب النائب، ما هو الا بيراقب الحكومه وبيشرع قوانين ودستور. طب وحضرتك رأيك دور النائب خدمي أكتر ولا تشريعي رقابي؟ لا هو اقول لحضرتك الجزئيه دي، هو طبعا اهم دور النائب تشريعي ورقابي، انما لا يخلو طبعا من خدمات، يعني احنا كله في قرانا عايزين نوصل ميه، نعمل يعني محطه ميه، عايزين ننشئ مدرسه، عايزين نجيب محول كهرباء، عايزين نرصف طريق، عايزين الحاجات دي كلها، دي حاجات خدميه للاهالي انت بتدعمها وبتطالب المسؤول، الوزير المسؤول، احنا عايزين البلد دي عايزه كذا، البلد دي عايزه كذا، عايزين مدرسه هنا، عايزين نرسم يعني الطريق ده. الدور ده مش بيقتصر اكتر اللي هو الخدمي على المحليات؟ ما هو المفروض، شوف المفروض المحليات طبعا احنا لنا فتره مفيش محليات موجوده، انما لو في المحليات المفروض المحليات بتقوم بالدور الخدمي ده في كل مفروض. درس، واللي يصعب عليها ها يتولى النائب، انما احنا الواقع بيقول ان احنا النائب بيشيل كله على بعضيه، قدمي وتشريعي ورقابي، وطبعا ما فيش شك انه بيبقى معاه مجموعه من المحليات، وان شاء الله كده يتعمل قانون المحليات الفتره اللي ان جايه دي، شاء الله.
ويتم اختيار وانتخاب مجلس محلي، مجلس محليه قويه تدعم الحياه في كل قريه من القرى ان شاء الله. طيب، النائب تحت قبه البرلمان يملك اسلحه فتاكه. ايه هي الاسلحه دي؟ معروفه، طلب الاحاطه، البيان العاجل، الاستجواب، الاستبيان. السؤال. لماذا معظم كثير من النواب لم يستخدم تلك الاسلحه؟ امتى؟ في الدور اللي فات. انا دايما بشوف ان كثير من النواب وخاصه من نواب الدوائر بتاعتنا دوره بيقتصر على الدور الاجتماعي. لم ارى نائبا يقدم طلب احاطه، بيان عاجل، استجواب للوزير، استجواب للمحافظ ان هو اثر في خدمه معينه او في موضوع معين. ليه النائب ما بيستخدمش تلك الاسلحه مع انها زي ما قلت لحضرتك في الاول هي اسلحه فتاكه تحت قبه البرلمان؟ طبعا هو الدور الرقابي بينقسم الى مثلث، يعني طلب احاطه، بيان عاجل الاول، طلب احاطه، سؤال، استجواب. فالمفروض انت الحاجات اللي تستاهل قويه اعملها استجواب، انما الحاجات الطلب الاحاطه والسؤال ده انا اعتقد ان هو اداه من الادوات السهله للنائب وبيستفيد منها مع الوزراء. يعني بقدم طلب احاطه الوزير عشان عندي طلب مدرسه فيها كذا او المستشفى بتاعتنا ما فيهاش اطباء وفيها مش عارف خدمات، بيتناقش الطلب ده وغالبا ما بيتم معالجه هذا الموضوع. الاستجواب ده بيبقى يعني اذا كان عندك، اصل الاستجواب ده مش اي استجواب، يعني لازم بيبقى فيه مستندات وادله وحاجات تتكلم منها، ولذلك ما حدش بيقدمه كتير خالص. احنا زمان قبل البرلمان، مش ده اللي قبليه، كنا في الاسبوع بنناقش يعني كل نائب يقدم له 5-6 طلبات احاطه على اسئله وتناقش في المجلس، تناقش. لكن يعني مش عارف انا طبعا اقول لك ايه في المرحله الاخيره دي، ما اعرفش طبعا الوضع ايه داخل المجلس اللي ما كنتش فيه، انما ده دوره. لازم انت اسلحتك دي تستخدمها استخدام جاد لمصلحه الناس ولمصلحه الدوله. يعني انت بتناقش وبتستجوب، بتسال، بتطلب طلب احاطه لمصلحة مصر ومصلحة الدائرة بتاعتك والمواطن بتاعك. والنائب خلي بالك، النائب ما هوش نائب، أنا مثلا من سوهاج، ما بقاش نائب عن سوهاج، أنت نائب عن أمة، عن جمهورية، وعن شعب، عن شعب كامل. يعني مجلس الشعب، يعني أنت نائب عن الكل، تتكلم في أي حاجة. وإذا ربنا يعني أنت عندك قدرة إنك أنت تناقش موضوع في اسكندرية تناقش وتتكلم فيه، يعني دي حاجات اعتقد ان شاء الله المرحله الجايه يكون فيها. طب بالنسبه لاتساع الدوائر، النائب اللي يكون على مركزين افضل في وجهه نظر حضرتك ولا على مركز واحد؟ طبعا هو على مركز واحد افضل واسهل على النائب واقل حتى اتساع شعبيته. ولكن في المرحله دي احنا دلوقتي في نظام سياسي، نظام انتخابي جديد، فبيضطروا يحطوا يعني كذا دايرتين مع بعض. يعني مثلا دلوقتي في 50% قوائم مغلقه، 50% فردي، ما يقدرش يعمل يخلي كل دايره واحده، لا بيخل الدايرتين وياخد منهم اثنين، يعني بيبقى فيه 4 نواب مثلا، بياخد اثنين يحطهم قايمه واثنين فردي، فتبقى الدايره مركزين جنب بعض. هو طبعا من الاسهل تبقى دايره واحده، لكن مع الظروف الحاليه والنظام الانتخابي المحدد اللي احنا ماشيين عليه، مضطر انك تبقى بدايرتين، يعني تبقى دايرتين، تبقى مشقه فعلا على المرشح، لكن ليس هناك مفر من ذلك، ده الدستور بيقول كده يعني. بس وبعدين طبعا الدستور بيدي المرأة 25%، السيد الرئيس اداهم 25%، ما حدش عارف يكلم المرأة بعد كده. خلاص دلوقتي المرأة فعلا يعني في الفترات الأخيرة فعلا بقى ليها دور فعال ودورها بقى أهم من الأول، يعني قدرت تبرز دورها أكتر. والله يا ستي بالنسبة للمرأة يعني في الأرياف كمان في الصعيد، يعني أكثر استجابه لمطالبنا احنا لما نطلبها، تعالي انزل الانتخابات، بتنزل يعني بينزلوا سيدات، يعني كميات كبيره جدا من السيدات عشان يصوتوا للاستفتاء، يصوتوا لرئيس الجمهوريه، يصوتوا للانتخابات. الستات بيبقى عندهم قبول لتلقي دعوه الحضور، بيروحوا على طول ينزلوا، وبقى لهم دور فاعل في الانتخابات، يعني كان لهم دور فاعل جدا في كل الانتخابات اللي فاتت، بدءا من انتخابات السيد رئيس الجمهوريه. السيده لها دور فاعل. طبعا المرأة هي نصف المجتمع، يعني هي الأم والزوجة والابنة، بالظبط طبعا هي من تربي. ف ايوه مظبوط مظبوط، صحيح كده فعلا. طيب زي ما انت يعني زي ما احنا بنتكلم في موضوع المرأة، طبعا شكل الحياة السياسية في مصر تغير للمرأة منذ أن وطأت قدم رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مظبوط، شفنا المرأة طبعا محافظة، وزيرة، 90 نائبة في البرلمان السابق. كيفية تمكين المرأة سياسيا من خلال الأحزاب أو من خلال المؤسسات المجتمعية في الدولة؟
بص، هو السيد الرئيس يعني مشكورا ادى مكن المرأة تمكين جيد من خلال الدستور ده، 25% من اعضاء مجلس النواب من المرأة. في الانتخابات في الشهور الاخرانية عاد نسبة كبيرة جدا من المرأة تم اختيارها، كم وزيرة وكم محافظة دلوقتي مرأة. الاحزاب بقى عليها دور بانها تهتم او تنمي هذه التوجه بتاع السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمرأة وتمكينها، بانها تعمل لجان مرأة قوية وتعمل يعني توسيع حركة تواجد المرأة داخل الاحزاب وتنشيطها وتوعيتها وتمكينها، بحيث انها تبقى حزبيا ماشي مرأة وسياسيا قدام القيادة السياسية الرئيس مديهم حقهم. يعني بصراحة يعني ما اعتقدش ان المرأة عاشت وقت من الاوقات افضل لها بالنسبة عن الفترة دي اطلاقا. يعني فعلا الفترة دي في وجود الرئيس عبد الفتاح يعني السيسي فعلا المرأة اخذت دور كويس، يعني قدرت ان هي تثبت وجودها طبعا. طيب استاذن السادة الضيوف، اخذ فاصل نعود مرة اخرى. رجعنا لكم بعد الفاصل. وكلمات أخيرة للسيد اللواء حازم حمادي، تفضل. طبعا احنا بوجه لكم طبعا انتوا الشكر والتقدير على هذه الحلقة الجميلة. احنا اتشرفنا طبعا بوجود حضرتك معنا في الحلقة، وانا بنتهز الفرصة دي عشان اقول بوجه تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حقيقة مش رياء ولا مجاملة، هو يعني اللي عمله في مصر احنا كلنا حاسين بيه. تنمية طبعا يعني لازم الانسان يعترف بيها. يعني احنا نشوف القاهره دلوقتي شكلها ايه، الكباري والطرق والشوارع والعمارات، حاجات كتير جدا اتغيرت للافضل. يعني احنا مدينه القاهره اتغيرت، المدن كلها اتغيرت، فده جهد ملموس منه بصراحه يعني بشكره عليه، وعايزين نقف في ظهره عشان يكمل مشواره وهو الملك نفسه كده قوي. احنا بنقول له اتكل على الله وكمل مشوارك واشتغل وكمل تنميتك، واحنا وراك، كلنا كل شعب مصر وراك، وما تسمعش الخزعبلات اللي بيعملوها شويه القنوات الماجوره دي. بس طيب في نهايه اللقاء اشكر السيد اللواء حازم حمادي عضو مجلس النواب الاسبق بسوهاج ومدير جهاز مباحث امن الدوله الاسبق بسوهاج، شكرا والى لقاء اخر. سلام الله عليكم.